السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني لتزويد بالماء الشوم وبيع السقي 2020-2027، من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر على الخصوص بإنجاز الربط في القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والقرى والمراكز التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفها. وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير من التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحمية الموجودة، وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به